أشفى ده. شكرا. مفيش تليفونات جات لي من مصر؟ لا يا فندم. اسمعي، لو شريفة هانم سألت عليا في أي وقت أنا مش موجود، مفهوم؟ حاضر. شكرا. وزينب هانم؟ زينب هانم ولا زفت ولا عفريت أزرق، أي حد، أنا مش موجود. خرج البضاعة اللي هناك. هتصل بيك من بورسعيد؟ لا، أنا مسافر اسكندرية. ليه خير؟ عيسى الهباش تعبان قوي ولازم أروح أطمن عليه وأشوف إيه الحكاية. لا بعدين يعملها ويودع وأحصل أنا بالحسرة. مساء الخير يا رجالة. مساء الخير. إيه؟ أنا اتصلت في المستشفى دلوقتي يطمنوني عليه. أظن مفيش داعي نروح بقى. أنا لازم أسافر له. ده تعبان قوي. بعدين ده مستقبلنا، إحنا تعبنا قد إيه؟ ده أرنب يا خضري، أرنب يا أخويا. خلاص ما بدهاش، يبقى لازم نسافر. طبعا لازم نسافر. الله، انت خايف يحصل له حاجة؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. ده الهباش عمره طويل قوي زي القطط ب 700 روح. يلا يا توفيق. تحت أمرك. بيعتذري له بإني تعبانة وحاب أكلمه في التليفون. خليكي مستريحة أنت يا فندم، عن إذنك. اتفضلي. أنا مش هدخل معاكي المستشفى، حابة أتأخر شوية. عشان إيه؟ لحد يشوفنا مع بعض تتقال كلمة كده ولا كده. أنا ما يهمنيش كلام الناس. لكن أنا يهمني. يا سلام. طبعًا. أنا لازم أحافظ على اسمك وأخاف على سمعتك. وصلى والنبي يا حسين. حاضر. قولي لماما ما تقلقش عليا. حاضر. باي. أهلا سميرة. أهلا. إيه زيه دلوقتي؟ الحمد لله، هو نايم دلوقتي. معلش. معلش، أصله تعبان شوية. إيه؟ أنت عايزة تمنعيه من الدخول؟ الزيارة ممنوعة، أنا آسفة. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي، أهلا يا ابني، أهلا. مش عايزين حاجة؟ كتر خيرك يا ابني، متشكرين قوي. شكرا يا استاذ حسين، تعبناك معانا. ازاي بقى؟ ده احنا اللي تعبين سميره معانا. صباح الخير. انت بخير يا ابني، بالسلامه، كتر خير. مش ممكن. انت بتقولي ايه؟ بقول لك طردتني يا ماما، طردتني. وعيسى عارف؟ معرفش. ازاي الكلام ده؟ جننت دي ولا ايه؟ اللي حصل ان انا اتطردت. انا انطرد؟ انت غلطانه. ما كانش لازم تسمعي كلامها. البنت دي مش لازم تستنى في المصنع. مش لازم تستنى دقيقة واحدة. انت في بينك وبينها حاجة؟ أبدا. هي اللي معاملتها جافة معايا كده باستمرار، ومتهيألي إنها بتضايقه هو كمان. على كل حال حاولي تبعدي نفسك عن المشاكل. مشاكل إيه؟ يا سميرة، انت وضعك فيه صعوبة. الكل حس إن عيسى بيه بيهتم بيكي وبيعتمد عليكي في كل حاجة تقريبا، وطبعا ده ممكن يضايقهم منك. أيوة بس ده شغلي. يا ستي اسمعيني، في حاجات كتير بينهم انت ما تعرفيهاش. على كل حال، كل اللي اقدر اقوله لك ما تتدخليش بين عيسى بيه وبين عيلة زينب هاني. انا حاسس ان عيسى داخل لعبه جديده. انت قصدك البت الحلوه اللي كانت واقفه قدام الباب؟ عيسى ده ولد صياد هو. بس اللي لفت نظري ان الواد توفيق قرش ملحة عيسى قوي. دايما كده، الموظف بيحقد على صاحب العمل. نفسي وابقى زي، لكن منين؟ ده انت بقيت فيلسوف يا زيطه.
الزمن علم الواحد حاجات كتير. المهم يا سماح، مش عايزك تسيب الواد توفيق، لازم نعرف منه كل حاجه. انا زهلت، فعلا زهلت لغايه دلوقتي. مش عاوز ازعله يا توفيق، بس كل شيء له حدود. ليه يا فندم؟ ما تزعليه، على العموم اي حد يمسك بكلمه انا مستعد اطيره من على وش الارض. انا قلت البنت دي مش لازم تستنى في المصنع. خلاص يا فندم، ما تستناش. يبقى فهمه كده. انا؟ ما بلاش انا. ليه؟ انت خايف منه؟ انا ما بخافش من حد، بس يعني هو عصبي شويه و... خلاص هقول له انا. يا شريفه هانم، بلاش دلوقتي، لما يخرج من المستشفى. مالك يا سميره؟ ابدا. في حاجه؟ انا ما كنتش عايزه اقول لك. شريفه جت هنا وانا ما رضيتش اخليها تدخل. عظيم. قلت لها ايه؟ قلت لها انك تعبان ودكتور منع الزياره. وعملت ايه؟ قعدت تزعق وتنرفزت عليا. عظيم. تعرفي؟ انت اول واحده تقولي لهم لا. لازم كل واحد يعرف حدوده. على فكره يا سميره، وانت جايه بعد الظهر يبقى هاتيلي معاك البوسطة، جايز الاقي حاجة بخصوص المشروع الجديد. لا، الدكتور قال ما تجهدش نفسك، صحتك أهم. ما تخافيش عليا، عيسى عبد الغفار مش هيموت بالسرعة دي. مش كان مفروض سيادتك ترتاح شوية؟ انت شايفني تعبان؟ سيادتك لسه خارج من المستشفى. وخلاص استريحت. وليه؟ صح. هي سميرة كانت عايزة اجازة ليه؟ والله هي بتقول انها تعبانة شوية، لكن الظاهر ان اختها نجحت فعاوزة تعمل لها حفلة ولا حاجة. هي فعلا تعبت معايا كتير قوي في المستشفى. البنت دي كويسة قوي. والله يا فندم ساعتها الواحد ما كانش بينام من الزعل. يعني مش هنشوفك؟ ما انت هتجيلنا بقى عشان هدى هتعزمك. وانتي مش هتعزميني؟ ما هي هدى هتعزمنا احنا الاثنين. طيب ممكن اعزمك بكره؟ هتاكلني سمك برضو؟ لا 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 لا. حاجه تانية خالص. ايه؟ جمبري. يا عيني، ما هو سمك برضو. ايوه. ازيك يا عيسى؟ الحمد لله على السلامه. طبعا انت عرفت اللي حصل، يعني ما بتردش. طبعا عارف انك غلطان. اسمع يا عيسى، البنت دي مش لازم تستنى في الشركة، يا انا يا هي. تعالي بسرعة. توفيق، ابعت لي واحد يجيب لي سميره في وقت اسرع ممكن. بس يا فندم احنا مش عارفين بالظبط هي في البيت. انا ماليش دعوه، اتصرف. انا عايزها تجيلي باسرع ممكن. لو سيادتك زعلان منها علشان هي زعلانه. توفيق، نفذ اللي بقول لك عليه. تحت امرك يا فندم. أنا مش هكلمك في الشغل زي ما تعودنا، أنا هكلمك في موضوع خاص، موضوع شخصي جدا. موضوع شخصي؟ أنا كافحت لحد ما كونت ثروة، عشان كده ما كانش عندي أي فرصة إن أعمل علاقات وارتباطات بأي أسرة. ده بالرغم من إن كل الناس دايما يقولوا لي ليه ما بتتجوزش ويبقى عندك بيت.
سهل قوي ان انا الاقي انسانه تتجوزني وتبقى سعيده، خصوصا واحد زيي عنده ثروه وعنده مركز اجتماعي. لكن في الحقيقه انا اكره الكذب، اكره الضيف، اكره الخداع. عشان كده كان لازم افكر، افكر كتير قوي قبل ما اختار اللي هتجوزها. بس انا ايه اللي هقدر اعمله؟ انا كل اللي اعرفه ان انت لغايه دلوقتي مش قادره تفهميني. انا ما طلبتكيش عشان تدوري لي على عروسه، انا طلبتك لاني خلاص اخترت الانسانه اللي هتبقى مراتي. انا خلاص اخترتك انت. سميره عشان هي اللي بتعمل لنا الرز. انا مش عارفه هي اتاخرت ليه. دي هتبقى مفاجاه لما تعرف ان الاستاذ حسين هنا. ما انا عايزه تبقى مفاجاه علشان في مفاجاه تانية انا حاضرها لك. خير؟ بس ما تيجي سميره. في دفع عشان الجمهور. اهلا يا حسين، ازيك؟ اهلا يا سميرة، مفاجأة مش كده؟ مفاجأة ظريفة. عن اذنك ثانية واحدة يا استاذ حسين، قولي لي الأول بعتولك ليه وحصل حاجة؟ حاجة واحدة؟ حاجات. خير يا بنتي؟ ايه؟ امسكي أعصابك يا ماما، وأنت كمان يا هدى. ما تتكلمي. لازم اترقيتي. اترقيت ترقية كبيرة قوي. يا ترى ايه؟ عيسى خطبني. عيسى بيه صاحب المصنع؟ هو في كام عيسى يا ماما؟ تصور يا حسين كان بعت لي عشان كده. حتة مفاجأة كده قدوم مقدمات. وقلت له ايه؟ ما قلتلوش، سابني عشان افكر. تفكري؟ طب وهي دي عايزة تفكير؟ طبعا لازم تفكر، تفكر كويس قوي. بحبك يا عيسى وهتجوزك. وحسين؟ ماله؟ حسين بيحبك يا سميرة. طب ما انا كمان بحبه زي اخويا. تمام سميرة، حسين بيحبك مش كأخ. انت شايفة هو بيهتم بيكي قد ايه؟ وانا كمان يا هدى بديله نفس الاهتمام، ده انا بعتبره اعز زميل ليا. سميرة انت في وعيك ولا الفرحة نسيتك نفسك؟ ليه يا هدى؟ انا عمري ما قلتلك اني بحب حسين، كنت دايما بتكلم عنه كزميل مخلص، وعمري ما شفته غير كده. انتي ما شفتيش شكله كان عامل ازاي وانتي بتتكلمي؟ هدى انا بحب عيسى، بحبه من يوم ما اشتغلت معاه، ومتهيألي ان هو كمان بيحبني. انا طول عمري بحلم بعيسى، بشخصيته، بافكاره، برجولته. عيسى عظيم في كل شيء، والحمد لله ان ربنا حقق لي امله. عايش معاه في بيته، هبقى مراته، هبقى مرات عيسى عبد الغفار. ادخل.
صباح الخير. جاية بدري النهارده؟ أنا عارفة إن حضرتك بتيجي أول واحدة. كويس. هنقوم كويس إنك جيتي بدري قبل الدوشة والزيطة ديت. إيه الأخبار؟ كويس. اتفضلي استريحي. فكرتي؟ أنا موافقة. طب يلا بينا. على خير. نخرج. المفروض إنك فيها إجازة لغاية بكرة. بقالي كتير ما استمتعتش بالجمال ده. صوت المكن أصبح اللحن الوحيد في حياتي. تعرفي لأول مرة حاسس إني عايز أتكلم. عايز يسمعني إنسان بسيط. طاهر الدور. القلب. مش عارف هل انا انسان طبيعي ولا اصبحت مجرد ترس في مكنه من المكن اللي في المصنع. حتى وانا صغير ما كانش ليا اصحاب زي بقيه العيال. كان دايما والدي يقول لي ابعد عن الناس وانت تكسب. ومن اياميها كل اللي في من هنا رايح لازم نكلم بعض ولازم نسمع بعض. هنتكلم في وقت واحد. وليه لا؟ حتى لو ما كلمناش بعض لازم نسمع بعض. مش بقول لك كل اللي في قلبي باين في عينيا؟ بس المهم انك تتكلم. فعلا. عندك حق. من زمان وانا حاسه انك شايل هموم كتيرة. خصوصا في الفترة الأخيرة. وكنت عايزة أسألك. لا. دي مش هموم. ده امتحان صعب لإرادة التحدي، بس لازم انتصر. الفشل في نظري انتحار والمهزوم مقتول، لكن أنا عنيد، عنيد جدا، والشاطر اللي يضحك في الآخر